بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة المائدة. الدرس 19. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل الكلام على آية الوضوء، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. قد انتهينا الحلقة القادمة إلى أخذ بعض الأحكام والفوائد من هذه الآية، ونواصل الآن في ذلك. فيؤخذ من هذه الآية أن الواجب غسل جميع الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق وغسل اللحية، لأن هذا كله من الوجه. فاغسلوا وجوهكم، فالوجه حده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. والواجب أن يغسله مرة واحدة، والسنة والأفضل أن يغسله ثلاث مرات. ومنه المضمضة والاستنشاق، والمضمضة معناها إدخال الماء إلى داخل الفم، خلخصته فيه حتى يتبلغ ثم يمجه. الواجب مرة واحدة والأفضل ثلاث مرات. والاستنشاق أن يجلب الماء بنفسه إلى داخل أنفه، المستحب ثلاث مرات والمجزي مرة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ مضمض واستنشق، وقال صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ويؤخذ من هذه الآية أيضا دخول المرافق والكعبين في المغسول من اليدين والرجلين، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل المرفقين وغسل الكعبين مع اليدين والرجلين، فتكون إلى بمعنى مع في هذا الموضع. وأما الأصل فيها أنها لانتهاء الغاية، الأصل أن إلى لانتهاء الغاية، ولا تدخل الغاية في المغية إلا في مسائل محصورة، هذه منها. كما يؤخذ من هذه الآية أنه لا بد من غسل اليدين من رؤوس الأصابع إلى ما وراء المرفقين، كذلك الرجلان يغسلهما باطنا وظاهرا، ومن الجوانب ومن الأعلى من الأصابع من رؤوس الأصابع إلى أن يشرع في الساق. ويؤخذ من هذه الآية وجوب الترتيب بين الأعضاء، لأن الله ذكرها مرتبة متعاطفة بالواو. وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا
وفعله إذا كان تفسيرا للقرآن فإنه يكون واجبا. وبدأ بما بدأ الله به في السعي لما خرج من المسجد الحرام إلى الصفا يريد السعي، قال أبدأ بما بدأ الله به، وفي رواية ابدأوا بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا لأن الله جل وعلا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فدل على أن ما بدأ الله به ذكرا يبدأ به فعلا وعملا، فهذا يدل على الترتيب. فلو توضأ منكسا لم يصح وضوءه. ويؤخذ من هذه الآية وجوب الموالاة بين غسل الأعضاء، لأن الله أمر بغسلها متوالية، والموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في زمن معتدل، فلا بد من الموالاة بأن يغسل العضو ثم يغسل الذي بعده مباشرة، ولا يتأخر إلا لعذر خفيف لا يطول. ويؤخذ من هذه الآية أن المسح يأتي بمعنى الغسل، كما في قراءة الجر في قوله وأرجلكم، بدليل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه غسل رجليه، وفعله مفسر للقرآن، ولم يرد عنه ولا مرة واحدة أنه اكتفى بمسح الرجلين، بل كان يغسلهما كسائر الأعضاء. وأما وجه قراءة الجر فذلك للمجاورة، لأنها عطفت على الرؤوس والرؤوس مجرورة، فيكون هذا للمجاورة، وهذه لغة عربية. ومن العلماء من يقول المراد بقراءة الجر وأرجلكم المسح إذا كان عليه خفان، إذا كان على الرجلين ساترا من الخفاف والجوارب فإنه يمسح عليها، فتكون آية وأرجلكم بالنصب في حالة إذا كانت الرجل مكشوفة، وقراءة الجر وأرجلكم إذا كانت الرجل مستورة بالخف أو الجورب فيمسح عليها. ويؤخذ من هذه الآية وجوب مسح كامل الرأس، فلا يجزئ مسح بعضه، لأن الله جل وعلا قال وامسحوا برؤوسكم، والباء للإلصاق، والرأس إذا أطلق أي أنه يشمل جميع الرأس، كما في قوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، فكما أن الحلق لا بد أن يعم الرأس وكذلك التقصير في النسك، لأن الرأس إذا أطلق فإنه يشمل جميعه ولا يكفي بعضه. ويؤخذ من هذه الآية أن الحدث الأكبر يوجب غسل جميع البدن، قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، أي اغسلوا جميع البدن. وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الغسل، فإنه
عليه الصلاة والسلام غسل جميع بدنه. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.